اليوم رح أعرض لكم 7 موديلات للقوارب الكهربائية، من ضمنها أسرع قارب تحت 9 متر، أرخص قارب كهربائي بأوروبا، والقارب يلي بيطير حرفياً فوق المي. وتابعوني للنهاية لأن محضر لكم بونس فيديو عن منتج كتير مهضوم، منه قارب بس كهربائي وبيمشي على المي. مع أنه معظم الموديلات متوفرة بمحركات البنزين، إلا أنه شركة ألفا ستريت حرصت على تقديم إصدارات لقوارب كهربائية لجميع موديلاتها، ومن بينات الألفا ستريت 28 كابن يلي بيعطينا فخامة وابتكار وأكيد رحلات بحرية خالية من الانبعاثات. تم تصميم هيدا الموديل لتوفير تجربة ترفيهية فاخرة بالإضافة لاستهلاك منخفض للكهرباء. عدد المقاعد على القارب بتساع 12 شخص، وبالإمكان تعديل المقاعد لضمان أقصى درجات الاسترخاء. بيتم تشغيل الألفا ستريت 28 كابين بمحركين بقدرة 10 كيلوات يلي بتعطينا سرعة بتوصل لحوالي 7.5 عقدة، ومسافة بتوصل ل 50 ميل بحري بسرعة 5 عقدة من بطاريتين بقدرة 25 كيلوات بالساعة. هيدي القوارب المصنوعة بسلوفينيا صارت مشهد شائع على نهر التايمز بتصميماتها الأنيقة وجلساتها الكبيرة الاجتماعية يلي بتجعلها مناسبة للاسترخاء بالإجازة هرباً من ازدحام المدينة. تتميز قوارب الرياضات البحرية بسرعة انطلاقها للوصول لوضعيات البلينينج بفترة قصيرة، وهيدا الشيء اللي بتأكده شركة أرك بوت الناشئة بنيو كاليفورنيا، وبتضمن انه القارب أرك وان رح يبهرنا بأدائه بفضل محركه الكهربائي اللي بيولد قوة 350 كيلووات. وإذا عم تتساءل فهيدا الرقم بيعادل 500 حصان ليعطينا سرعة قصوى بتوصل ل 40 ميل بالساعة، ورح يكون عنا ما يكفي من الأمبيرات لممارسة الرياضات البحرية اللي منحبها من الويك بوردينج أو السكيينج لخمس ساعات متواصلة. ولكن الأداء هو مجرد البداية. تصميم الأركوان الأنيق والبسيط بذات الوقت مع السوفتوير الخاص فيه بيخلق بيئة مثالية لمغامراتك على المي. الهيكل مصنوع من الألمنيوم وطوله 24 قدم مع مقاعد بتساع لعشر أشخاص. هيدا أول موديل من شركة أرك، ويلي بيرأسها رئيس التصنيع السابق بشركة تسلا، وبيتوقع أنه يتم تسليم أول طلبات القوارب من الأرك 1 مع مقطورة قريباً. مع مسافة بتوصل ل 50 ميل بحري بسرعة 22 عقدة وإقامة ليلية لشخصين، قارب الكانديلا سي 8 الجديد رح يغير قواعد اللعبة بالقوارب الكهربائية. شركة كانديلا السويدية المصنعة للقارب هدفها صناعة قارب ترفيهي بيتمتع بخطوط عصرية ورياضية مميزة ويعمل بتقنية الهيدروفويل. وما رح يحتاج السي 8 لصوت محرك عالي للفت الانتباه، لأنه رح يخطف الأنفاس باللحظة يلي رح يرتفع فيها على الهيدروفويلز ويطير بصمت وسط دهشة المتفرجين. السي 8 مزود بتاتش سكرين متطورة موجودة فوق عجلة القيادة بتعطينا معلومات ملاحية مختلفة، عداد السرعة، وعن طريقة منقدر نتحكم بالإضاءة والمحرك. الجديد لسنة 2023 رح يكون الـ C8 متاح مع حزمة بطارية بوليستر 2 القياسية بقدرة 69 كيلووات بالساعة، يلي بدورة بتحسن المسافة بشكل كتير كبير. شركة الكانديلا بتطمح أنه تبيع آلاف القوارب، وبتعتقد أنه الـ C8 رح يكون أول قارب كهربائي بيقدر يتفوق بمبيعاته على مبيعات القوارب يلي بتشتغل بالمحركات التقليدية. يعتبر الـ C29E قارب كهربائي جذاب تم تصنيعه من الكربون فايبر يلي مثل ما بتعرفوا خفيف الوزن وعالي الأداء. تصميم القارب يتميز بمقدمة حادة لاختراق الموج مع أجنحة جانبية ثابتة على منصة السباحة لتحقيق أقصى درجات الثبات وسرعة انعطاف مذهلة. وبما أنه مصنوع من الكربون فايبر خفيف الوزن، هيدا الشيء بيضمن تسارع مذهل وديناميكية قيادة رائعة.
هيدا القارب مع محرك كهربائي بقدرة 360 كيلو وات وبطارية بقدرة 120 كيلو وات بالساعة ووزنه أقل من 2000 كيلو، وكرمال هيك مش غريب إنه بيحمل الرقم القياسي لأسرع قارب كهربائي أقل من 9 أمتار بالعالم بعد ما وصل لسرعة قصوى بلغت 50 عقدة ببحيرة نمساوية بسنة 2018. C29E بيعطينا مسافة بتوصل ل 25 ميل بحري بسرعة 22 عقدة، وبيوفر الشاحن بقدرة 22 كيلو وات إعادة شحن كاملة خلال 6 ساعات. بيعتبر النوتيك GS22E أول قارب كهربائي 100% مصمم لرياضات بحرية متعددة بالعالم. بيوفر هيدا القارب تجربة رياضية فريدة من نوعها أكيد من دون أي انبعاثات. الـ GS22E مليء بالميزات، من أهمها إمكانية تغيير إعدادات القارب مع مختلف أنواع الرياضات البحرية، الويك سيرفينج، الويك بوردينج، والسكيينج بكبسة واحدة عن طريق التاتش سكرين الموجودة بمركز القيادة، ومنقدر ننزل الأبليكيشن على الموبايل لتعطينا معلومات عن البطارية، عدد ساعات التشغيل، السرعة وغيرها من المعلومات المهمة. بالإضافة إلى كون صامتة تقريباً، القارب بيقدر يوفر لثلاث ساعات من الاستخدام بشحنة واحدة، وهيدا وقت كافي لنستمتع بممارسة الرياضات البحرية يلي منحبها. سعر الـ GS22E يعتبر أعلى من القوارب الرياضية المماثلة ويلي بتشتغل بالبنزين، وكرمال هيك هيدا الموديل منه للكل على الأقل بالوقت الحالي، ولكن بتوقع شعبيته رح ترتفع بالمستقبل القريب. أسست شركة فيتا للحد من تأثير القوارب على البيئة البحرية، وطورت محركات كهربائية عالية الأداء وكمان يخوت كهربائية بالكامل. ويعتبر قارب الفيتا لايون من إنتاج الشركة قارب أنيق طوله تقريباً 32 قدم، بيستوعب نفس كمية الطاقة الموجودة بأربع سيارات من فئة تسلا 3 بفضل زوج المحركات الكهربائية بقدرة 150 كيلو وات. وكرمال هيك كان على الفيتا أن تحد من مقدار عزم الدوران يلي بتولده هيدي المحركات لمنع من تمزيق التروس، ومع هيك بتوصل سرعتها القصوى لحوالي 35 عقدة، وبالإمكان الإبحار لمدة 90 دقيقة بسرعة 22 عقدة، أو الإبحار لمدة 10 ساعات بسرعة 6-7 عقد. كل هيدا مع ميزة الشحن السريع بساعة واحدة بس، ليكون الفيتا لايون جاهز للإبحار من جديد. الاكسور 1 قارب كهربائي بيدمج بين الهدوء والقوة. الشركة المصنعة بتقول انه اول قارب رياضي كهربائي بالكامل بقوة 30 عقدة وسعره اقل من 120 الف دولار، وهيدا الشيء بيجعله ارخص قارب كهربائي باوروبا. الطول الكلي للقارب هو 21 قدم، بيتم تشغيله بواسطة محرك كهربائي بقدرة 125 كيلو وات مع بطارية بقدرة 63 كيلو وات بالساعة، ولكن بفضل هيكله الخفيف بيتميز بسرعة عالية ومسافة بتوصل ل 20 ميل بحري بسرعة 20 عقدة أو 50 ميل بحري بسرعة 6 عقد، وباستخدام شاحن سريع بيوصل ل 80% ب 50 دقيقة بس. بيتوفر الاكسشور 1 اما كقارب مفتوح بزجاج امامي منخفض منقدر نحتمي خلفه خلال وضعية الجلوس، او نسخة شبه مغلقة بزجاج امامي عالي مع مظلة فوق مركز القيادة. تقدر تحجز نسختك من القارب اليوم عن طريق الويب سايت تبعهم ب 1000 دولار. هل تخيلت بيوم انك تمارس رياضة ركوب الدراجات الهوائية على المي بقناة مائية مثلا، او ببحيرة بعيدا عن ازدحام المدينة؟ هل خيال صار حقيقة مع الـ SL3 وبالامكان تحقيقه ب 40 دقيقة بس، وهي الفترة المطلوبة للتدريب على ركوب هيدي الدراجة المائية؟ صممت الـ SL3 بميزات أمان، من أهمها بطارية هيدروباك بطبقات مزدوجة مقاومة للماء، شاشة عرض لتتبع المقاييس الحيوية، وغطاء للمروحة لمزيد من الحماية، وسنسرز لقطع الطاقة في حالة السقوط بالماء، وتقنية الإطلاق السهلة الحاصلة على براءة اختراع. وبشحنة واحدة باستخدام بطارية هيدروباك بقوة 1000 واط بالساعة بتعطينا وقت ركوب بيوصل لأربع ساعات ونص. صممت الـ SL3 ليكون حملة بالسيارة أو أي وسيلة تانية سهل، مع إمكانية تركيبها بسهولة من دون استعمال أي أدوات.
وهيدي كانت رحلتنا بعالم القوارب الكهربائية. بتمنى أن تكونوا انبسطتوا واستمتعتوا معي بهيدا الفيديو. ما تنسوني باللايك واشتركوا بالقناة ليوصلكم كل جديد بعالم القوارب. أنا وسيم شعار، وإن شاء الله بشوفكم بفيديوهات قادمة. الله معكم.